مشفى النسائي والأطفال في جبل الزاوي من المشافي التخصصي الرئيسي في منطقة جبل الزاوي، يخدم شريحة واسعة من أهلنا في منطقة جبل الزاوي ما يتجاوز 500,000 نسمة. زاد الضغط على مشفانا خاصة حاليا مع بداية فصل الصيف، حيث بلغت إحصائيات شهر أيار الماضي عيادة الأطفال تجاوز فيها عدد مراجعين 1837 طفل، جناح الأطفال تجاوز فيه القبولات 117 حالة قبول، قسم الحواضن خلال شهر أيار تم استقبال أيضا حوالي 59 حالة طفل في قسم الحواضن. أما قسم العناية المشددة عند الأطفال تجاوز فيه عدد القبولات 22 حالة. العيادة النسائية تجاوز فيها عدد مراجعات 1265 مراجعة. قسم الولادات الطبيعية تجاوز فيه عدد الولادات الطبيعية 196 حالة. أما العمليات القيصرية والنسائية فقد تم إجراء حوالي 47 عملية نسائية خلال الشهر الماضي. أيضا في المشفى يوجد قسم مخبر يحوي على جميع التحاليل، قسم مخبر متكامل يحوي على 90% من التحاليل الكيميائية والدموية، تجاوز فيه عدد المراجعين حوالي 1000 مراجع بما يتجاوز 2820 تحليل طبي خلال الشهر الماضي. أيضا لدينا في المشفى قسم صيدلية لصرف الأدوية المجانية لمراجعي العيادات، حيث تجاوز عدد الوصفات المصروفة خلال الشهر الماضي 3885 وصفة مجانية مصروفة. أيضا لدينا قسم أشعة بسيطة إكس، إشعة إكس، أيضا تم إجراء ما حوالي 90 صورة أشعة للأطفال خلال الشهر الماضي. نتوجه بالشكر الجزيل لكل من يدعمنا في استمرار هذا المشفى. نتوجه بالشكر والامتنان لمنظمة جيرمان هيومانيتيريان أسيستنس على دعمهم لهذا المشروع الذي يخدم كما قلت شريحة واسعة من أهلنا في منطقة جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي. يراجعنا ما يقارب 80 طفل يوميا إلى عيادة الأطفال، وكانت الإحصائية عن شهر أيار ما يقارب 1837 طفل. السلام عليكم. عن الطفلة بالبيت تعبت شوي وساء حالة وجينا على مشفى بليون، فحص الدكتور وقبلت بالمشفى قبول من امبارح مع الإلا سيروم وعم نعطيها أدوية، وكان الرعاية الحمد لله منيحة، وإن شاء الله وعدنا اليوم نتخرج.